متابعينا الكرام، لا زالت اجواءنا مستمره في هذه المنافسات الصباحيه، حيث نشاهد معكم انطلاق سن الحقائق مع هذه الاشواط المفتوحه، وينطلق على بركه الله الشوط الرابع عشر ومنافسات جديده وتحديات رائعه مع انطلاقه الثلاثة كيلو متر وضمن السباق المحلي الرابع على ارضيه ميدان الشحانيه. نتابع ونستمتع معكم باشواط هذا الصباح ونتابع مسار هذا الشوط الخاص بالقعدان، ومباشره الى مقدمه الشوط الى المركز الاول، وهذا هو الدواخ في مقدمه وصداره الشوط لسعاده الشيخ ثاني بن علي بن سعود ال ثاني بمتابعه حمود بن سلطان بن سويدان المالكي، من يتابع هذا الانطلاق من الدواخ ويقدم لنا هذا الشعار كما قدم لنا الحمامه في الشوط الماضي التي حظت على ناموس هذا الشوط. بينما النقله الى المركز الثاني، نتابع في ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء هذه الانطلاقه الرائعه والجميله من قبل ملبي من هجنم والزبار وعبد الله بن علي بن سلامه الهاجري، ولكن من الجانب اليمين ايضا شعار هجنم والزبار يتواجد وينطلق بهذا الانطلاق الجميل اللي نشاهده من الزاويه اليمين. نتابع هذا الحضور والانطلاق المميز من قبل النمر من هجنم والزبار وحمد بن محمد الجرحى في المتابعة والتضمير. بينما في المركز الرابع، رابع المراكز، يتقدم في هذه اللحظات مخاصم من هجنم والزبار ويضمر سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. بينما في المركز الخامس، خامس المراكز متابعين الأعزاء، نتابع أيضا الأسماء القادمة والمتقدمة. يصل في هذه اللحظات شاهين المملوك لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد الثاني محمد بن عبد الله الحفيظ المري في المتابعة وفي التضمير. هذه نتيجتنا في أول ندى مع منافسات هذا الشوط، ولكن تابع أيضا الأسماء القادمة والمنطلقة أيضا بكل قوة في هذه المنافسة في هذا الانطلاق 1500 متر نصف المسافة ما تبقت من عمر هذا الشوط، ولكن القيادة تغيرت أمور الصدارة. هنا خوزان من غير واستلم المقدمة في هذه اللحظات بشعار هجنم الزبار بمتابعة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، من يقدم لنا خوزان على مقدمة الشوط. ولكن في المركز الثاني يتقدم الدواخ في هذه اللحظة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني حمود بن سلطان بن سويدان المالكي في المتابعة بالتضمير. بينما في المركز الثالث يأتي شاهين لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز الثاني محمد بن عبد الله الحفيظ المري من يتابع هذا الانطلاق. وفي المركز الرابع يتقدم بحر في أول ندى من هجني أم الزبار بقيادة حمد بن محمد الجرحب. أما في المركز الخامس فالقادم الواعي من هجن أم الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق من يتابع في عملية التضمير، ولكن العودة مع أجواء الكيلو متر الأخير إلى صدارة هذا الشوط. ما شاء الله الدواخ في المقدمة يبغي ناموس هذا الشوط ويبغي نقطة أخرى لصالح هذا الشعار على المقدمة والصدارة. هنا الدواخ مشاهدين الكرام لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني بمتابعة حمود بن سلطان بن سويدان المالكي من يقدم لنا هذا الشعار بهذا الاندفاع الكبير بمقدمة الشوط. والعصا في الأبطان لا زال على الدفع الذاتي والأداء التلقائي، بينما شعار هجنم الزبار مع خوزان القادم في المركز الثاني عبد الله بن علي بن سلام الهاجري ثالث المراكز. هنا نتابع بحر 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 القادم بشعار هجنم الزبار حمد بن محمد بن جرحب، ثلاثية جميلة في اللحظات الأخيرة في اللحظات المثيرة، ولكن هنا الصدارة المقدمة خوزان والدواخ بشعار هجنم الزبار وشعار سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني. لحظات جميلة ثنائي مميز في الأمتار النهائية، الأمتار النهائية. شوف هذا الأداء الدواخ خوزان هجنم الزبار، الله 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 الله. الفيصل خط النهاية بين الاسمين، بين الاسمين، بين خوزان والدواخ، دخول جماعي لخط النهاية في الإعادة إفادة. سنتابع معكم من صاحب ناموس هذا الشوط. بينما في المركز الثالث، ثالث المراكز بحر من هجنم الزبار حمد بن محمد بن جرحب. بينما في المركز الرابع، رابع المراكز، كان مشاهدي الأعزاء شاهين لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد الثاني بمتابعة محمد بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري. وخامس المراكز كان من نصيب مسيطر من هجنم الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق. شاهدنا هذا الشوط، ولكن المنافسة كانت حتى خط النهاية ما بين الدواخ وما بين خوزان.
هنا نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام خوزان بشعار هجنم الزبار ومع عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، وهذا ملخص الإعادة مشاهدينا متابعينا الأعزاء في المنافسات مع اللحظات الأخيرة، لنتابع من صاحب ناموس هذا الشوط وهذه مشاهدينا الأعزاء اللحظات المثيرة حتى خط النهاية. ولكن شعار هجنم الزبار هو البطل المتوج، تهانينا لهجنم الزبار ولعبد الله بن علي بن سلام على فوز خوزان. التوقيت الزمني 4:31:30، تهانينا والناموس لهجنم الزبار ضمرة عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، بينما الدواخ ايضا قدم عرض كبير بشعار سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني وقاطع المسافة في 4:31:33. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني والحمود بن سلطان المالكي، بينما ثالث المراكز بحر بتوقيت المقدارة 4:32:78. تهانينا لهجنم الزبار ولحمد بن محمد بن جرحب المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل للتحديات.